رقم آخره 77 بيقول ملاحظتين. الشخصيات الكرتونية الحالية عنيفة جدا أو عنيفة قوي، أنا معاك برضو فهمة ده. الدبلجة بالعربي الفصحى مش لذيذة خالص. بص شوف يا سيد، شوف يا فندم، شوف يا فندم. احنا مجروحة دي حاجة بصراحة. دي حاجة عليها جدال رهيب جدا جدا جدا، وقوالين رهيب جدا 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 جدا. أنا شخصيا كمريم من مؤيدي اللغة العامية في الكرتون لأكثر من سبب، لأني تربيت عليها كده، ولأن أنا كبرت عليها كده، ولأن أنا اشتغلت فيها كده، ولأنه لأنها قريبة للأطفال كده يعني. بس في أهالي كتير عندهم وجهة نظر إنه الكرتون لما بيكون بالفصحى بيخلي أطفال كتير قوي إن هم يتعلموا الكرتون، جمل الأخضر، تنين الأزرق، مش عارف إيه الحاجات دي. فهي الموضوع عليه قوالين شديد جدا جدا، وأحب أقولك إنه الكوميونتي بتاع ديزني بالعربي منهار انهيار هستيري مزمن عجيب رهيب فاحش من الموضوع ده. ويعني طول النهار بس يعني بيحاولوا يحلوا الموضوع بس ده. بس عايز اقول لكم حاجه، وحتى وتعاملا مع الناس ديت، يعني هو مش اعتراضا على اللغه العربيه، مش اعتراضا خالص على اللغه العربيه، خالص على اللغه العربيه، لكن في الاول وفي الاخر زي ما الواحد لما بيتفرج على الكرتون بالانجليزي ما بتلاقيهوش بالشيكسبيريان بتاع، يعني هي بتبقى حاجه خفيفه وقريبه على المستمع. يعني احنا ليه مثلا دلوقتي المسلسلات التركي المدبلجة بالسوري حققت نجاح فظيع؟ لان انت وانت بتتفرج عليها بتبقى ناسي انها مدبلجة، بتحس ان دي حاجة فعلا انت بتتفرج عليها اصلي. اللغة العربية علشان هي مش لغة، مش لغتنا في اليوم العادي، بتفكر دايما الواحد ان دي حاجة يعني ان هي مش اصلية كده، وساعات بتبقى فعلا تقيلة على الود. واعتقد ان هي لها عامل نفسي بس طبعا، يعني نرجع نقول تاني، كل حاجة او كل نقاش كان ليه علاقة بموضوع اللغة العربية الفصحى مش بس في الكرتون، حتى في الدابنج أو حتى في دبلجة الأعمال الدرامية، كان بيبتدي بعد ما جملة لازم تتقال، وهي ده ملوش أي علاقة بقدسية وأهمية احترامنا للغة العربية. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في محتوى فني وبيتقدم ازاي، وده زي ما قلنا تاني ده مش موضوع احنا بنتكلم فيه، ده موضوع اتفتح بشكل عام مع ديزني تحديدا. الحاجة التانية واللي اعتقد انها لها عامل مهم جدا هي ان هي عامل نفسي. ما ينفعش ان انت من سنة 91 لما بدأت تدبلش ديزني بشكل رسمي في العالم العربي، العالم العربي، ولما طلعت قناة ديزني العربية اللي هي كانت بتخدم على العالم العربي كله، تقعد عارف لو كنت بدأت فصحى من الأول ما كانش حد هيحس خلاص بفرق. وقعدت 20 سنة بتعمل دابنج بالفصحى، كان هيخش دلوقتي تاني نفس، وحاولتها لعمي كنا هنخش في نفس الجدال بالظبط، لأن هي ليها عامل نفسي. صح، انت اتعودت على صوت معين للكرتون. وكمان القصه اللي دخلنا فيها ان حتى الافلام اللي مدبلجه اوريدي موجوده بالفصحى بالعاميه ابتدوا يعيدوا دبلجتها بالفصحى، فالافلام اللي الاطفال كبروا عليها ومتعلقين بيها فجاه لما يجوا يشتروها ويتفرجوا عليها دلوقتي او تطلع في التلفزيون يلاقوها ممثلين تانيين واصوات تانيه وفصحى وموضوع مختلف تماما. ده موضوع طبعا قصه طويله جدا. هنسمع ايه؟